بس الناس يمكن استعجلوا بالحكم على المسلسل وعلى شخصية كريما ووجهوا كتير انتقادات. شو رأيك؟ أنا من رأيي يعني أنا ما أقدر أحكم على شيء من قبل أشوفه. عادة البروموات دائما لما تنزل ينزلون فيها شيء ممكن يثير الجدل شوي، بس أنا أقول حق الناس وحق المتابعين نطروا شوفوا المسلسل وبعدين حكموا عليه. يعني كريما شخصية مش سيئة، ولا تبي تهين المرأة ولا تبي تهين المرأة المصرية أو المرأة العربية، بالعكس كريمة شخصية قد تكون موجودة في الواقع، وكريمة قاعدة تعاني من وايد أشياء وصلتها لها المرحلة. يعني trust me، هبة مشاري حمادة ولا أنا ولا Eagle Films راح نقبل أن احنا نقدم شخصية تهين المرأة، بالعكس أنا مع المرأة وأنا supportive للمرأة العربية والمصرية والخليجية. فأقول لهم نطروا المسلسل شوفوا وإن شاء الله بيعجبكم وبتغيرون رأيكم في شخصية كريمة إن شاء الله. أكيد. بس هذا الشيء ما خوفك هلأ من عرض المسلسل خاصة أول حلقات؟ بشوف الخوف دائما موجود، يعني من غير أي شيء فيه خوف دائما موجود. الفنان إذا ما حس بخوف يعني هذا شيء راح يكون شوية weird. نزل برومو سوى جدل، يعني الناس حكمت عليه قبل لا تشوفه، فما أقدر يعني الخوف الحين عندي. يمكن أول ما شفت الفيديو شوية حسيت إنه، بس قلت بعدين لا راح يشوفون مسلسل وأنا متأكدة إنه راح فكرتهم هذه راح تتغير.